قبل أن تمسها يد البشر كانت الأرض مزدهرة، ولكنها تتعرض وبفعل التطور المتسارع للحضارة الصناعية لخطر يهدد المنظومة البيئية بأكملها، ألا وهو التلوث البلاستيكي. ففي الكويت وحدها يتم استهلاك ما يقارب 1.5 مليار كيس بلاستيكي و1.7 مليار عبوة بلاستيكية كل عام، مما يتسبب بآثار كارثية على البيئة. Protecting the environment for future generations is in your hands. Every year, 8 million tons of plastic end up in the oceans, impacting our health, ecosystem, tourism, and even climate. Do you know that by 2050, the oceans will contain more plastic than fish? The plastic industry is one of the fastest growing sources of greenhouse gases. Plastic production and incineration results in the greenhouse gas emissions are equal to the emissions from over 100 of large-scale coal power plants. 1 million plastic drinking bottles are purchased every minute, and 5 trillion disposable plastic bags are used every year. On this World Environment Day, let us make personal and organizational commitments to beat plastic pollution and stop using single-use plastic. في يوم البيئة العالمي تنضم بورصة الكويت إلى مساعي التغلب على التلوث البلاستيكي. يضر التلوث البلاستيكي البيئة ويؤثر على الحياة البرية والبحرية. في الكويت يتم استهلاك أكثر من 314 ألف طن من النفايات البلاستيكية سنوياً، ويتم إعادة تدوير 8% منها فقط، وينتهي المطاف بمعظم هذه النفايات في المرادم أو مياه الخليج العربي. في بورصة الكويت نلتزم بدورنا للمساهمة في معالجة هذه القضية بالتعاون مع منظمات مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وفريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية. نجحنا في التخلص من أكثر من 300 طن من النفايات الخطرة، بما في ذلك البلاستيك. اليوم يوم البيئة العالمي، وهيدي السنة نحن عم ناخد ويتمحور هذا اليوم على محاربة البلاستيك أو تنظيف عالمنا من البلاستيك. من المهم جداً أنه نبين ضرورة الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني بالإجمال وكل اليو ان انفايرمنت بروجرام بكل فروعه، وهذا فينا نشوفه بشراكة طويلة المدى وقوية جداً بين بورصة الكويت وفريق الغوص الكويتي اللي ساعد جداً بتنظيف خلجين وبحور الكويت من البلاستيك والنفايات البحرية. نفخر ونسعد بالدعم السخي من بورصة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في دعم عمليات فريق الغوص الكويتي بالمبرة التطوعية البيئية لرفع المخلفات وخصوصاً البلاستيكية منها. منذ عام 2009 ونحن نرفع أكثر من 2000 طن من المخلفات، 300 طن من هذه المخلفات بلاستيكي، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، لنسعى معاً للتغلب على التلوث البلاستيكي. تمكننا من تحقيق إنجاز مهم نحو تعزيز بيئة أنظف وأكثر صحة واستدامة في العام الماضي، حيث تعاونت بورصة الكويت مع شركة إنفايروسيرف وقامت بإعادة تدوير أكثر من 50 طن من أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والشاشات. وندرك في بورصة الكويت أن هناك فرص لمساهمات أخرى، ولذلك يسعدني أن أعلن عن دعمنا لشركة أمنية الغير ربحية. معاً سوف نقوم برعاية مبادرة بلو باتل المخصص لإعادة تدوير البلاستيك ومساعدة القطاع الخاص في استكمال حلقة اقتصاد البلاستيك. يساهم هذا في تقليل بصمتنا البيئية ووضع حجر الأساس لمستقبل أكثر استدامة لدولة الكويت، لكننا ما نقدر نحقق هذا الهدف من فردين. معاكم ومع مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص يمكننا التغلب على التلوث البلاستيكي متحدين. يسعدنا ويشرفنا أن نعلنكم بمناسبة يوم البيئة العالمي 5 جون عودة أمنية إلى تجميع البلاستيك مرة ثانية وإلى المجتمع الكويتي. أول خطوة خطيناها في هذا المجال أن احنا سويناها شركة غير هادفة للربح، الأساس منها هي خدمة المجتمع وتقليل النفايات البلاستيكية اللي تتوجه إلى المرادم. الخطوة الثانية اللي سويناها أن احنا سوينا تطبيق لتجميع النقاط عند التجميع، والخطوة الثالثة وهي الأهم أن احنا بدينا في البلو بوتل
وأول شراكة في هذا الموضوع مع بورصة الكويت. شرفنا ويسعدنا أنهم يكون أول شراكة في البلو باتل، كما يسعدنا ويشرفنا أنه يكون كل القطاع الخاص داعم لهذا النظام. حان الوقت لاتخاذ القرار والعمل بجد لإحداث التغيير اللازم لوقف التلوث البلاستيكي قبل فوات الأوان، لنعمل سوياً على بناء عالم تكون الاستدامة فيه أمراً حتمياً وليس اختيارياً، ولنحافظ على بيئة الكويت وسلامة واستدامة كوكبنا الجميل للأجيال القادمة، لنصنع الفرق معاً ونبني كويتاً أكثر استدامةً.